طيب يعني احنا شايفين حرب إبادة بتحصل على أشقائنا في فلسطين، يعني كيف تتوقف هذه الحرب؟ مش هنقول متى، ما حدش عنده توقيت، لكن يعني كيف تتوقف؟ من يستطيع أن يوقف ما يحدث؟ السؤال مهم جدا. من يستطيع؟ هو من أعطى الضوء الأخضر لإسرائيل منذ بداية العدوان، الجسر الجوي بالقنابل بالصواريخ بالعتاد البشري واللوجستي والأسلحة الثقيلة والمتطورة والقنابل يزيد عن 15 ألف قنبلة. القنابل هذه تستخدم في دك التحصينات، خلافا على ما أشيع قبل أيام عن أن إسرائيل أحضرت من ألمانيا مضخات مياه لضخة في الأنفاق. هذه مشكلة خطيرة جدا. البنية التحتية لقطاع غزة متهالكة، المياه الجوفية سيكون هناك كارثة حقيقية في قطاع غزة. بريطانيا تدعم إسرائيل أو تسير طائرات للتجسس حتى تعرف أين مكان الأسرى. مكان الأسرى الحقيقي هو أن تجلس على المفاوضات وأن تقر بأن للمقاومة حقها في إبرام الصفقة وفي ما يحدث داخل قطاع غزة من سياسة إسرائيل هو بسبب أن أمريكا أعطتها ما تريد حتى اللحظة. بالأمس تصريح الولايات المتحدة الأمريكية بيقول لك هناك بعض الأهداف العسكرية لم تصل إليها إسرائيل. تقضي على قطاع غزة، قضت على 70%، باقي 30. هي تريد أن تقضي على قطاع غزة بمساعدة أمريكا وبريطانيا وفرنسا. يجب أن يكون هناك تدخل واضح، ومن يوقف الحرب هو من بدأها وهو من أمدها بالسلاح، أمريكا. غير ذلك أستطيع أن أقول أن أمريكا هي من بدأت وهي عليها أن تنهي هذا الحرب. طيب، مع كل التفاصيل اللي حضرتك ذكرتها وبعد مرور شهرين من بداية هذا العدوان، هل حققت إسرائيل أي مكسب حتى اللحظة؟ لم تحقق أي حاجة، لأنها هي دخلت بأكثر من هدف. الهدف الأول هو القضاء على المقاومة واسترجاع الأسرى أو المحتجزين سواء المدنيين أو الجنود. وما حدث في بداية أو منذ أيام قبل التهدئة أن المقاومة نفذت الشروط التي تريدها وعقدت الصفقة والتهدئة 7 أيام، وادعت إسرائيل أن حماس عارضت أو لم تلتزم بالشروط. لا، بالتفاوض تأخذ كل شيء. إسرائيل لم تحقق أي هدف. كما ذكرت، هدف القضاء على المقاومة لم تستطيع القضاء. هدف استرداد الأسرى استردتهم عبر الوسائل وعبر الوساطة المصرية القطرية، وهذا واضح للعيان. أن تقضي على قادة حماس، كل إنسان معرض أن يقتل أو أن يغتال. حماس فكرة وباقية من الشعب، هذا شيء مسلم به. وأي أرض أو أي مكان محتل فيه مقاومة لاستعادة الحقوق. فبالتالي إسرائيل أو نتنياهو كان يريد الانتقام لما حدث في غلاف غزة ومعركة الطوفان وفشل. كان يريد أن ينتقم من المقاومة فشل. كان يريد استرداد الأسرى خلال 48 ساعة فشل. كل الأهداف السياسية والأمنية والعسكرية فشل فيها. نجح في هدف واحد، وهو هدف إسرائيل القديم، هو هو القضاء على الشعب الفلسطيني كمجازر. ما يزيد عن 1400 مجزرة، هناك عائلات تم مسحها من السجل المدني، ولكن هذا هو مصير الشعب الفلسطيني دائما، دفع ضريبة الأرض مقابل دماء الأطفال. 8000 ويزيد طفل، أكثر من 4000 امرأة. هذا هو بنك الأهداف الإسرائيلي، أنه ينجح في القضاء على هم. هذا عقيدة لدى اليهودية أو الصهيونية، القتل الأطفال. قبل أيام قتل طفل أمام عين والديه، قتله طفل لا يتعدى السنتين. هذه غريزة في الطابع اليهودي والمتطرفين وما يحدث في الضفة الغربية من اعتداءات المستوطنين والقتل. فكرنا دلوقتي بالطفل ريان اللي سقط في البئر، لو تفتكر حضرتك العالم كله العالم انتفض. كله لسه قبل أيام نتحدث، العالم كله انتفض لريان رحمه الله، والعالم لم ينتفض ل 2 مليون و400
ألف خلاف ما يحدث أيضا في الضفة الغربية. إسرائيل تريد أن تمحو قطاع غزة عن الخارطة، وأيضا تكرر ما فعلته في غزة تفعله في الضفة الغربية التي منذ بداية العدوان يزيد عن 240 شهيد، يزيد عن 3300 معتقل، خلاف الانتهاكات المستوطنين، خلاف تسليح 250 ألف مستوطن من أجل تمرير المخطط البريطاني الإسرائيلي، وأضف عليه الأمريكي والألماني في تهجير الفلسطينيين من أرضهم إلى الأردن في الضفة الغربية وإلى مصر من قطاع غزة. ولكن ما نشهده من سقوط العديد من الشهداء وهم يدافعون عن أرضهم، يعني مواقف عديدة، يعني السكان المقيمين في مصر ويطالبون بفتح معبر رفح للدخول إلى غزة، ومنهم استشهد ذهب من مصر إلى غزة لكي يلقى مصيره، يعني نسأل الله حسن الخاتمة له، واستشهد على أرض فلسطين. يعني تقنعني أو إسرائيل يعني في رأيها أن من يأتي إلى وطنه، جاء من بلجيكا لغزة من أجل أن يرى تراب ويرى أسرته، ما هربش زي ما عمل المستوطنين. بالضبط. فبالتالي هذه أرض وهذا حق، وتقرير مصير ودولة فلسطينية، وموقف الدولة أيضا المصرية واضح جدا منذ بداية الأزمة ومنذ بداية العدوان، بأن الشعب الفلسطيني له حق في إقامة دولته الفلسطينية على تراب أرضه وتقرير مصيره، وأن ما يسقط من المدنيين هو ضريبة يدفعها للتمسك بالأرض.